راح Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا ماي. سنة حلوة يا جميل. يلا لا لا خلاص اسيبها ولا لا 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 هي هتدخل لوحدها بس انا جبانه جدا كل سنه طيبين يا جماعه ويا رب تكون سنه سعيده عليكم ويكرمكم بحياه جميله كده وحياه سعيده لا وغير اصحاب برج الميزان بس البتاع مش عايزه تعملها يلا يلا واحد اثنين ازيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة طبعا يوم سعيد يوم جميل النهاردة يوم 1/10/2020 عيد ميلاد الحب وطبعا بنحتفل بنعمل احتفال كده صغير كده عشان يعني تعيشوا معنا الاحتفال الجميل ده وتعيشوا معنا المناسبة الحلوة دي طبعا كنا عايزين نعمل يعني المناسبة دي في مكان اكبر من كده ونعمل قاعة والكلام ده كله بس المشكلة بقى الاطفال والجو بتاعنا ومي بتحضر ماجستير ودكتوراه والكلام ده كله فالموضوع بقى بالنسبة لنا ضيق شوية وشغلي كمان وكده فيعني قلنا بقى ايه نحتفل احتفال صغير كده معاكم ونعيشكم الحياة بتاعت العيد الميلاد والكلام ده كله اهم حاجة انا اخترت البس الحمراء هو اختار يلبس الزرقاء يعني عشان بس بصوا يعني هو حلو بس انا عايزه اقول لكم بس الناس بقى والحاجات دي فاحنا عايزين محروقين شويه لولو خافت اول ما شافت المنظر استرعبت اصلا انا عايزه اقول لك طب ما هم برضو نفس الموضوع جريوا يلا يا جماعه ده عيد الميلاد السعيد بالسيلفي من فوق اهو شايفين البلالين دي كلها كانت في السقف ووقعت يعني بقت كل شويه بتقع بتقع فما شاء الله الباقي كله هيقع برضه فاللي هو يعني يا دوب ها لحقنا ايه الاجواء يلا بقى يا جماعه سيبكم و عايزين نوريكم بقى العرض بتاع المتابعين الهدايا بتاعتنا بقى للمتابعين اللي احنا حقيقي بجد انا عايزه اشكر كل الناس اللي جابت لي هدايا يعني حتى كمان جات لي هديه من حد مركز حلو يعني قلت له بصراحه على كان في حاجه كده مقدم فيها حاجه سياسيه حاجه كبيره فبعدين بصراحه جاب لي هديه قال لي انا اول حد هجيب لك هديه في عيد ميلادك وجات لي يعني اول حد جاب لي هديه عمر هديه عمرو فانا متشكره جدا ليه وطبعا اكتر هديه عشان ما اتكلمش على ده عشان كله جاب لي هديه فمش هقول اسم فاكتر هديه جات لي حبيتها جدا الفيديوهات اللي انتوا بعتوها لي فهننزلها لكم بعد الكلام ده كله ايوه بالظبط يلا بينا هنروح بقى ناكل بقى والله كان نفسي تكونوا موجودين وتاكلوا بقى من التورته والبيتزا والحاجات دي كلها بس يعني ايه حظ علن الجميل لا طلع لهم لسان علن على فكره شقاه جدا بس بتيجي قدام الكاميرا بتبقى مش فاهمه في ايه هي الأحلى مية وعيد ميلاد سعيد حبيبتي أنا كوثر من المغرب من متتبعات ديالك نحبك بزاف جويو زاني بخسيخ عيد ميلاد سعيد يا عيني مكة أحلى يوتيوبر في مصر
كل سنة وانتي طيبة يا روحي، يا رب تكون سنة سعيدة عليكي، والسنة الجاية تحققي في كل اللي بتتمنيه، ويخليلك أولادك يا رب وجوزك، وأشوفكم على خير عشان وحشتوني قوي. كل سنة وانتي طيبة. موكا كل سنه وانت طيبه يا روحي، وعقبال 100 سنه يا رب سعاده وهنا. بعمل لك الفيديو اهوت وانا سايقه، لو حصل لي اي حاجه انت حره. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي، وعقبال 100 سنه سعاده وهنا يا رب، والسنه الجايه كده اعيد عليك وانت عندك 10 مليون فولورز. يا مي كل سنه وانت طيبه يا روحي وصاحبه عمري، وعقبال مليون سنه، ويخليكي الين ويوسف وعمر دايما مبسوطه يا روحي، عقبال سنين كتير وانت مبسوطة وفرحانة في وسط ولادك. ربنا يخليكي ليا ودايما مكملين مع بعض وصحاب واخوات. كل سنة وانت سالمة، احبش كثير من اليمن. كل عام وانت حي بخير، وعيد ميلاد سعيد ان شاء الله عقبال 100 سنة. مي اتمنى لك كل خير من تونس. هذا الفيديو مهداة لست معي. كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت بألف خير، عيد ميلاد سعيد، تحياتي من فرنسا. كل سنة وانت أحلى وأجمل، عيد ميلاد سعيد، تحياتي من باريس. اسمي هيفاء، متابعك من اليمن. كل سنة وانت طيبة أحلى مي، وهذه وردة مني ليكي. هاي كيفك؟ هابي بيرثداي. جوال من لبنان. قناة مطبخ بنت الأستاذ، كل سنة وانتي طيبة يا مي، وعقبال 100 سنة. التورتة دي بقى هدية مني ليكي. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. أنا سنة وانتي طيبة حبيبتي، وعقبال 100 سنة إن شاء الله، والمزيد من النجاح والتألق في قناتك، وربي يحفظ لك أولادك وعائلتك الصغيرة إن شاء الله تفرحي بيهم. وأنا متابعتك جزائرية مقيمة بألمانيا، متابعتك من 2018، وأتمنى لك التوفيق في قناتك. وأنا كمان عندي قناة اسمها تيما فيرت، وبحبك بحبك كتير. السلام عليكم، معكم متابعة وفية لعمر رومي. عيد ميلاد سعيد، كل عام وانتي بخير، عقبال 100 سنة إن شاء الله يا ربي. هابي بيرثداي، وكل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة. متابعك يونس الوصابي من اليمن. السلام عليكم، أهلا ميمي، كل عام وانت بألف ألف خير إن شاء الله، وعقبال 100 سنة ويعني 100 عام. معك أخوك علي من ليبيا، كل عام وانت بألف خير إن شاء الله. من برج القوس إلى أصحاب برج الميزان، أقول كل عام وانت بخير، كل سنة وانتوا سالمين. بلال من الأردن. مساء الخير إن شاء الله يا ربي، كل عام وأحلى بخير. برج الميزان إن شاء الله بنشوف شهر، الله يبعد عنا جميع عيون الحساد، وإن شاء الله يا رب تحقيق الأماني. أوجه تحياتي للشعب الشقيق المصري. طبعا أنا أريد أقول في شيء حقيقة، يعني أنا من العراق، بس كانت حبي للمصريين بصورة عامة نص ونص، بس لكن لما شفت فيديوهاتك وشفت طريقة أسلوبكم وكلامكم، تابعتكم أكثر، حبيت حقيقة، حبيت هاي الدولة، حبيت الشعب مالتها، عرفت انه شعب مصر شعب عظيم. تحياتي لكم، اخوكم من العراق.